لاعبين سواء ممثل الفرق. كنشكروا السي عمر هنا الحاضر الناطق الرسمي ديال نادي القنيطري تفقد وسيم السي هشام دقيق كذلك المساعد السعادي الغني عبد التعليم ونجم ديال المدينه العليا السي سفيان استعاده البطوله هذه انا والسي علي. بغيت فقط نشكر واحد الشكر كبير بزاف 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 من القلب للاخ فهد حمديه والسي موسيقى الصالح حتى هو دار واحد يعني مجهود كبير بزاف في هذه البطوله هذه غير باش يجيو واحد الفرق ويلقاو كاين الحكم كاين الملعب كاين الكواري كاين واحد النيفو زوين كاين لاعبين اللي لعبوا في المنتخب ولا هذا تجي تقدر تلعب معاهم تقدر تنشط شويه وهذا ونعاودو نشكرهم بزاف ونصفوا عليهم حتى هو تحيه ليه سلام اللقاء ولا جا الرئيس ديال صاحب الرتبه السادسه فريق اجاكس فريق الخارق معروف بالروح الرياضيه ديالو وبالمنافسه الشريفه ديالو على طعم خاص البطوله كيتسلم الاخ محمد توفيق واحد الدافع البطوله كيتقدم وايضا كانت عنده مجموعه من المساهمات الهجوميه كان هداف وحارس متميز اكيد عرفتوا الحديث على الحارس عبد الله قاشي اننا نكرموا الناس اللي دابا على الراس ديال نادي القنيطري على راسهم السيد حكيم دومون اللي ما استطاعش يجي اليوم بسبب المقابله ديال المنتخب وكذلك الناطق الرسمي ديال نادي القنيطري اللي السي عمر الشباح وكذلك عطاو التكريم البسيط نتمنى يقبلوا علينا المنتخب الوطني واللي كيشرفنا هو ولد الحومه سي سفيان المنتخب الوطني استطاع انه يفوز باللقب الثالث على التوالي في بطوله العرب مع سي هشام اللي صراحه مستعدين وجميع الدراري اللي كاينين في المنتخب كيشرفونا وكيفرحونا يعني صراحه كيفرحونا بزاف لذلك غادي نعطي واحد التكريم بسيط بمناسبه فقط هذه الكاس هذه ونتمناو ان شاء الله وزير السعاده شكرا الحضور الكريم
تنقول سيمون سيف تفضل. امشي بوزيمون.